السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين، يسعد اوقاتكم جميع. برحب فيكم من ما كنتوا عم تتابعوني. رمضان كريم وكل عام انتم بالف خير جميع، الله يتقبل طاعتكم. اليوم رح نعمل وصفه محببه وشعبيه غنيه عن التعريف، اللي هي البسبوسي او من الا هريسي اسفنجيه. طبعا بتختلف عن طريقه الهريسي اللي بتنعمل بالسميد، سابقا نزلت لكم طريقتها، رح اترك لكم رابطها بصندوق الوصف. كمان نزلت لكم طريقه عمل بسبوسي أسهل من هاي، بتشبه طريقة الهريسي كمان. ونزلت لكم طريقة البسبوسي المحشية بالقشطة. هلأ هاي مقاديرها شوي زيادة، بس هي هيك مقاديرها وبيسموها بسبوسة السبع كاسات، تمام؟ لهيك شوي مقاديرها زيادة عن باقي الوصفات. أنا حضرت هلأ المقادير وهلأ رح نبدأ بالتحضير، ما رح أطول عليكم أكتر من هيك. عندي كوب مبروش جوز الهند، كوب من السميد ناعم او خشن او وسط ما في مشكل اللي هو سومولينا، كوب طحين، كوب سكر، كوب لبن زبادي، يوغورت بدرجة حرارة الغرفة، وكوب بيض يعادل 5 حبات بدرجة حرارة الغرفة، والكوب الاخير اللي هو الدسم اللي هو زيت وسمني. انا خلطت زيت وسمني، دوبت السمني بس الزيت تركته مثل ما هو بدرجة حرارة الغرفة. هلأ عندي هون فانيلا للنكهة وبرش برتقان مشان كمان زنخة البيض، رشة ملح صغيرة، مواد رافعة نصف معلقة من البيكنج بودر، نصف معلقة طعام، وربع معلقة شاي من البيكنج صودا أو كربونات. إذا بتحبوا للتزيين لوز مبروش جوز الهند. كمان رح يلزمنا حليب بودرة مشان نكهة البسبوسي أكتر. هلأ بالبداية باخد صينية بدهنها بالطحيني ورحطها بالبراد أفضل لبين ما أحضر باقي المكونات. هلأ بأول وعاء رح أحط الجوز الهند والسميد وأيضا الطحين الحليب البودرة، وهلأ عندي الخليط الدسم يلي هو سمني وزيت، بس أنا حطيت 3 كوب، ما حطيت كوب كامل. هلا رح افرغ بس السمنه فوق المواد الناشفه، والزيت رح اخليه لحاله بالوعاء الثاني. هلا بقولكم ليش. بالوعاء الثاني رح افرغ البيض 5 حبات كاملين بدرجه حراره الغرفه، رح احط برش البرتقان، رح شوي هيك اقطعهم اكثر بايدي مشان زنخه البيض، او بتحطوا خل او بتحطوا برش ليمون الموجود عندكم. رح احط كمان فانيلا نصف معلقه طعام، او بتحطوا ظرف كامل بيجي معلقه طعام. هلا بنفرغ السكر واللبن الزبادي اليوغورت ونقلب. بقي عندي هلا الزيت، رح اضيفه 3 كوب ورشه الملح. هاي المواد السائلة عنا جاهزة. هلأ أنا ما ضفت الزيت فوق المواد الجافة، حطيت بس سمنة مشان ما تقسي البسبوسي وبعدين تصير ناشفة، تمام؟ خاصة السميد بيلبق معه السمنة أكتر من الزيت حتى ما يقسى، لهيك بسيت بالبداية السمنة مع المواد الناشفة بعدين أضفت المكونات السائلة. هلأ بقي عندي البيكنج باودر نصف معلقة طعام وربع معلقة شاي من البيكنج صودا أو الكربونات أو كربولا. بنحرك المكونات مع بعض كتير منيح. صدقا طريقة التحضير إلى دور كتير كبير بنجاح هاي الوصفة، غير لما نحن منضيف المكونات كلها مع بعض ومنحرك. وأنا مجربة هذا الشيء، لقيت الأفضل أنه نحن نبس المواد الناشفة بالسمنة لحتى هيك ناخد طعمة طيبة، وبتطلع من جوا هالشي ما بتطلع ناشفة وبتغصص، تمام؟ هلأ بعد ما حركنا المزيج بنحطه بالصينية اللي دهناها طحيني وحطيناها بالبراد. إذا الجو عندكم بارد ما في داعي تحطوها بالبراد، أما إذا الجو شوب بفضل إنها تجمد شوي طبقة الطحيني حتى ما تلزق الصينية وتطلع بكل سهولة القطعة. بنحطها بالفرن على درجة حرارة 200 من تحت، بعدين بنشوي من الأعلى. عنا هلأ مرحلة الثانية القطر. عندي كوب كامل من القطر، القطر محضرته مسبقا، طريقته بصندوق الوصف او اي طريقة انتم معتادين عليها. انا رح افرغه هلأ بوعاء ورح احط معلقة صغيرة من السمنة الطيبة وكمان غطى من ماء الزهرة حسب الرغبة. بدي احطهم على الغاز
لحتى يطفو تدفاي. آخر شيء يعني لما بدنا نحمر نحن الصينية، الصينية هلأ من تحت استوت، بدي حمرها هلأ من فوق. قطر الصينية 30 سنتيمتر. عشان ناخد لون حلو رح ادهنها بالقطر بهاي الطريقة، قطر أو شيرة سيراب محضر مسبقا، تحمرت من الأعلى. هلأ أنا بحب حمرها أكتر من هيك، انتو إذا حابين تضلها هيك فيكن تخلوها، أنا رح أرجع كمان رجعها على الفرن تتحمر زيادة شوي بهالطريقة. هلأ بدنا نسقيها بالقطر الدافئ، انتبهوا لا بارد ولا ساخن، مو مثل الهريسي عم يغلي، لا البسبوسي لازم يكون القطر تبعه دافئ ومائل للبارد شوي. تمام، بنحط الكوب بالكامل، وهلأ بنرش عليها مبروش جوز الهند أو بنحط مثلا فستق إذا متوفر، ونتركها لتبرد تماما، بعدين بنقطعها، بنتركها عدة ساعات بدرجة حرارة الغرفة أو بالبراد. وهاي المقطع العرضة، وعن جد طعمتها بتاخد العقل، لونها هاي الجهة الثانية من تحت شايفين لونها كيف كمان محمر، وبكل سهولة بتطلع معنا الصينية. لازم ننتبه نحن ونراقبها، هي مثل الكيك بتاخد وقت تقريبا يعني من تحت بدها 35 دقيقة، وبعدين نرفع 10 دقايق للأعلى نحمرها. وبدنا نراقبها بكل تأكيد، ممكن ندور الصينية لتاخد الجهات كلها هيك لون. انتبهوا للقطر، يفضل يكون دافئ مائل للبارد أكتر، مجرد بس نحن ندوب السمنة شوي صغيرة. كمان طريقة بس المكونات الجافة بالبداية مع السمنة كمان إلى دور بالتحضير. نحن لازم كمان نخبزها بالفرن يكون حامي مسبقا قبل دخوله، يعني 10 دقايق مشغلينه من بداية يعني شغلنا بالتحضير، ومنحطها بالرف السفلي اللي من تحت، بعدين بنرفع الرف العلوي مع المراقبة وتدوير الصينية، بنحصل على لون حلو محمر، وبنحط عليها القطر. وبس هذا كان كل شيء عن أهم الملاحظات لنجاح الهريسي الإسفنجي أو البسبوس الإسفنجي. شلتنا الأعجابكم، جميع الوصفات اللي قدمتها مسبقا بقناتي رح نزلكم ياب صندوق الوصف، إذا لزمكم أي سؤال أو استفسار رح جاوب عليه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة، والسلام عليكم.